هاي الشجره هاي وليه كان ربه واحد ما سوي ليش كان المنسوب دولي وصعد هاي الشجره هاي المنطقه تتمتع بخصوصيه كبيره. هذا منطقه السفينه او ما يسمى منطقه المسنايه بالتحديد كانت تجري عليها دورات مجانيه لتعليم السباحه، يقيمها اكثر من جهه، من كانوا مدربين ومجلس الشباب العظميه واستاذ فيصل وغيرهم كثيرين. منسوب المياه كان طبيعي او وقت الارتفاع مالته، يعني من يكون منسوب طبيعي، هاي المنطقة اكو بيها صخور او ما يسمى تحتها بالسراديب اللي كانت بيوت، ما تأثر علينا لانه المنطقة اللي محتاجها كسباحة ما نوصلها. حاليا مثل ما تشوف بعد انتهاء بعد ما سدوا الروافد دجلة والفرات، اثر منسوب المياه بشكل كلش كبير على هاي المنطقة. يعني اذا تقدر تاخذها بالكاميرا ان شاء الله، هاي المنطقة الصخور هاي ما كانت مبينة، ايضا كانت منطقة المسناية يوصل المي لحد نص السن او اكثر. هسه حاليا الطفل من يريد يدب زروق او واحد يريد يعلمه سباحه او كذا، منطقه فراغ كلش كبير يلا يوصل، فاثرت بشكل كلش كبير على هذا الموضوع. ايضا موضوع رزق اخواننا اصحاب المراكب اللي يصيدون سمك بهاي المنطقه، هاي المنطقه اللي امامنا حاليا تقريبا نص الشط هاي يمشون عليها. قبل شويه يمكن شفنا انا وياك اكو احد الاخوان كان يصيد سمك هناك، نزل من القارب مالته ويتمشى هو بنص المي، فانخفاض منسوب نهر دجله اثر بشكل كلش كبير على منطقه العظميه خصوصا وعلى العراق عامه. اكو امور ثانيه، اكو امور مثل مياه الشرب، قبل كانت اكو مثل ما تعرفون غطاسات ممدوده بعمق محدد، حاليا هاي الغطاسات تم الغائها وتبديلها بغطاسات ابعد على مود بس ممكن تجيب مي شرب. اذا استمر منسوب نهر دجله بالانخفاض اكثر من الحد الطبيعي، اتوقع بعد ما راح نلقي لا مي نسبح به ولا مي نشرب به. أثر علينا كلش المي بهالسنة، نزلة يعني مو طبيعية. احنا السماك بالعظمية اعتمادنا على هذا الشبك، لا نذب سم لا كهرباء، ما نشتغل هاي بيها ابد. منطقة العظمية هاي السماكة كلها بالعظمية اعتمادها على الشبك، فالنزلة مال المي أذتنا. بس هذا يعني واقف بنص الشط هذا على طول كلها قاع، وبعد لينا كمين اكو قاع، فمن نريد نجي على هاي الذبه مالتنا نطفي الماكينه وننزل هيك، يعني شلون الانسان ينازل بالقاع، فندفع على البلم الا نروح على الذبه مالتنا بالشبك. فاشباشنا تدمرت همين، يعني قطعت من برا النزله مال الماي، يعني اي فتاذينا، يعني كلش تاذينا، حتى الماي ديجينا بالبوري بريحه. فالسم مو مهمين، اكو يعني عالم تسمى بهذا الماي. انا صغير عمري يمكن 8 سنوات لو 10 سنوات، يعني يمكن كان الماي يعني صوره هاي المسنايه ابعد، يعني ابعد من عدن نروح على سبح، ماي كلش عالي. الصيد مالتنا قليل كلش قليل، يعني من يرتفع الماي عندنا كنا نصيد السمات كلها صيد بهذا الشبك زين، فكلها صيد، من ينزل الماي ما صيد، كلها تروح يعني تتأذى، يموت السمك يروح ينحصر ما يصعد. تتأذى تتأذى تتقطع على كل شبك علينا ب 200,000 250,000 يعني قدروا يسووه زين، فيروح يندمر. هاي
البلامه كلها مثل ما تشوفها قاعده بدون شغل، لانه قبل كانوا يقدرون يصيدون بكل الشط، هسه بمكانات محصوره. يعني مثلا هاي عندهم هاي الذبه، بس هاي الذبه بها منطقه شويه غميجه، هاي الباقه كلها قاع، فكلها عطلت عن العمل. ايش كم واحد يقدر بس يصيد؟ يعني مو الكل تقدر تصيد، ولازمين سره. ثاني شيء قبل كانوا يصيدون بكل الشط، وين ما يروح يصيد. هسه لا، سره صار على المكان ما الصيد، لانه هو بس مكان واحد غميج والباقي كله تجزر.